قطع حدود، مهما طولنا، مهما قصرنا، مهما طالت أعمارنا في الدنيا أيها المؤمنون، ليس لنا إلا أربعة حدود أن نتعداها ولن نتعداها، هي حدودنا في الدنيا وغدا سنتعداها ونصل إلى الموت. أما الحد الأول فهو إلى الموت، الموت أيها الأحباب الذي لم يترك صاحبا ولا حبيبا، الذي لا يفرق بين صغير ولا كبير، الذي أخرج الملوك من القصور إلى القبور، الذي لم يترك صاحبا ولا حبيبا، الموت الذي لا يفرق بين ذكر ولا أنثى، الموت الذي أخرج الناس من غيهم ومعاصيهم وذنوبهم وطاعتهم وأسكنهم القبور بالاستئذان، الموت الذي إذا ما حل ضيفا حل عليك إما أن يكون ضيفا خفيفا وإما أن يحل عليك ضيفا ثقيلا والعياذ بالله. الموت الذي جاء إلى أعظم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اشتكت به السكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدخل عليه بناته فاطمة بنات أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله.